السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنوريكم اسرع واسهل طريقه باش تصاوبوا مقيله ديال البيض ومطيشه. اول حاجه كناخذ واحد المقيله وكنديروا فيها شي شويه الزيت، كنديروا بصيله، كنديروا واحد الراس تاع الثومه باش تحيد لنا ديك الزفوريه ديال البيض. الثومه كتبقى اختياريه، اللي ما عندوش مع الثومه ما يديرهاش. اول حاجه كناخذ ديك البصيله كنحاولوا نقليوها فوق البوطه مع شي شويه ديال الزيت، كنزيدو عليها شويه الملح باش تهبط لينا بالزربه. ملي كتهبط لينا هاد البصيله شي شويه كنزيدو عليها جهد ثلاثه تاع مويطشات صغار، نديرو شويه سكنجبير، شويه ديال التحميره، شويه ديال التحميره الحاره، وهذه كتبقى اختياريه اللي ما تيبغيش الحار ما يديروش، شويه البزار، كنحركو هاد العناصر. شويه القزبر ومعدنوس، تنحركو هاد العناصر باش تندمج مع بعضياتها. تنقصو عليها العافيه وتنخليوها تطيب غير بالمهن. دابا ملي طابينا لاصوص ديالنا كيما لاحظتوا انا ما زدتش الملح، درت الملح مع البصله. دابا ملي طابت لاصوص ديالنا كنزيدو البيض بهذه الطريقه، هذه الشيوه تتجي بنينه بزاف وبالزربه تتوجد. كنزيدو البيض ديالنا ولي شفات ليه لاصوص يزيد واحد قطيره الماء، وبالنسبه للبيض كل واحد يدير القياس تاع البيض اللي بغا. انا ان شاء الله غادي ندير 6 البيضات، تقدروا على حسب الافراد اللي كاينين. صافي كنديروا شي شويه الملح من الفوق داك البيض، وشويه تاع الكمون غير فوق من البيض بالطريقه هذه. صافي تنغطيوه وتنخليوه يطيب على المهل لمده واحد 3 دقائق ولا 4. كما كتشوفوا معنا هذه هي المكله ديالنا تاع البيض، كتجي رائعه. كنتمنى انها تعجبكم وتقاسموها مع اصدقاء واحباب ديالكم، وبالصحه والراحه.